علاج خارق للتجاعيد. إزالة التجاعيد في البشرة أفضل من البوتوكس مليون مرة. إذا كنت تعانين من التجاعيد وترهل البشرة وعلامات الشيخوخة، هذا الفيديو لك. أولا نحتاج إلى ملعقة من الطحين، الفارينة، لافارين، دقيق المخبوزات لنعمل به الكيك والبيتزا، وليس نشاء الذرة، زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو أو زيت أرغان. إذا حبيتي تضيفي العسل كان موجود عندك ومناسب لنوع بشرتك، ضيفي ملعقة. إذا كان غير متوفر عندك استغني عنه. أنا سأجمعها بلا كريم فريش، القشدة الطبيعية. يمكن جمعها بالزبادي الطبيعي أو القشدة الطبيعية، لا كريم فريش أو الجبن الطري الطازج أو الحليب. اختاري المناسب لنوع بشرتك. طبقيها على البشرة على كل الوجه، ابتعدي عن منطقة تحت العين وفوق العين، تطبق على الرقبة أيضا، تترك لمدة نصف ساعة 30 دقيقة، تزال بعد ذلك بلطف بمساج هكذا بأنك تعملي عملية تقشير دقائق قليلة، ثم أزيليها بقطنة حتى تزيليها تماما، وأغسلي البشرة بالماء الفاتر وأعيدي غسل الوجه بالماء البارد. بعد ذلك قومي برش التونر على البشرة، سواء ماء الورد أو أي نوع تونر متوفر عندك أو أحد أنواع التونر اللي عملناها في القناة. اتركيه يجف قليلا دون أن تنشفيه، اتركيه يجف لوحده ورطبي البشرة. رطبي بمزج القليل من زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون، مع إضافة إذا كانت متوفرة عندك القليل من زبدة الشيا. إذا كانت غير متوفرة عندك استبدليها بالفازلين أو زيت جوز الهند أو كريم الجليسيرين أو كريم نيفيا، لك الاختيار في الإضافة. إذا كانت بشرتك جافة ومتوفرة عندك زبدة الشيا ضيفيها، كما أنها مضادة للأكسدة. زبدة الشيا زبدة نباتية من شجرة الشيا في إفريقيا، ويمكنك الاكتفاء فقط بزيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون لترطيب البشرة، لك الاختيار. وصفات اقتصادية والمكونات المضافة إليها للواتي تتوفر عندهن تلك المكونات، يعني حسب الميزانية في كل بيت. لقد قمت بإذابتها في حمام مائي ساخن. ادهني بها البشرة بعد الماسك. يمكنك إضافة جل ألوفيرا إليها، يمكنك إضافة زيوت ثانية إليها لتدعيمها، لك الاختيار في ذلك. أن أعطيك قاعدة الكريم وأنت ضيفي الإضافات المناسبة لك. بعد الماسك يمكنك وضع هذا الكريم حتى على دائرة العينين، على الرقبة، من أجل ترطيب البشرة في فصل الشتاء وغير فصل الشتاء، من أجل حمايتها من التجاعيد وترميم البشرة وإعادة بناء خلاياها وتحفيز إنتاج مادة الكولاجين. ادهنيه حتى يتشرب الجلد تماما، ثم بعد ذلك نامي. يعني الماسك يستعمل مساء أفضل. هذه الخلطة الأولى كرريها يوم إيه ويوم لا، رائع النتائج. تصلح للبشرة الجافة وتصلح للبشرة العادية والمختلطة. أما إذا كانت بشرتك دهنية يمكنك إضافة قطرات من عصير الليمون الحامض إلى الماسك. سننتقل الآن إلى الوصفة الموالية باختيارات وإضافات مختلفة ليتسنى لك استعمال خلطاتي بكل أريحية. قليل من الموز. الموز غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على إنتاج مادة الكولاجين وترميم البشرة، كأنه بوتوكس طبيعي. استغليه سواء في أكله، يعني لتستفيد البشرة من الداخل بتغذية الخلايا الداخلية لنسيج الجلد، واستفيدي منه بالوصفات الطبيعية ليشد البشرة ويعطيك منظر شبابي. لا ترمي قشور الموز، استغليها قبل وضع الماسك. مسحي بها البشرة بطريقة مساج 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 واتركيه يستريح، وفي ذلك الوقت اصنعي الخلطة. ضيفي القليل من نشاء الذرة المايزينا كورن فلاور إلى الموز. ملعقة ليست ممتلئة. العسل، ولكن اللواتي لا يتوفر عندهن العسل يمكنهن الاستغناء عنه. القليل جدا من الكركم. اختاره يكون صافي، ليس مضاف له ملونات ثانية. هو نفسه كركم الطبخ أو كركم البشرة، لكن تأكدي أنه ليس مضاف له ملونات ثانية. القليل جدا. اجمعي المكونات بالزبادي الطبيعي أو الحليب، لك الاختيار في ذلك، أو عصير البرتقال إذا كنا في موسمه. اللواتي ينزعجن من الكركم لا يضيفنه، لكن اللواتي يعرفن ما هي فائدة الكركم وقيمته، لأنه
مضاد للالتهابات، مفتح رائع للون، يجعل البشرة تلمع، يخفي البقع، يخفي الندوب، يخفي مشاكل البشرة جميعا، يعالج علامات التقدم في السن. هذا الخلطة تشد الوجه، تجعله جميل جدا، مشدود كأنك شابة. تطبق على كل الوجه والرقبة، يمكنك تطبيقها على جوانب العين ولكن ليس تحت العين. يترك لمدة 20 دقيقة. اغسل الوجه بعد ذلك بالماء الفاتر، وكرر عملية غسل الوجه بالماء البارد، رشي ماء الورد ورطبي. هذا الماسك اعتمديه يوميا لمدة أسبوع، بعد مرور الأسبوع استعمليه مرتين في الأسبوع حفاظا على النتيجة، نتائجه رائعة، يجعل وجهك يلمع وصافي، لكن تأكدي من جودة المكونات. سأقترح عليك وصفة موالية رائعة أيضا للوجه، تعتبر بوتوكس طبيعي، شد رهيب للبشرة، ترميم رائع للخلايا الجلد، تعيد بناء البشرة وتشدها. صفار حبة بيض، إذا كانت بشرتك دهنية استبدل الصفار بالبياض. الصفار للبشرة الجافة، البياض للبشرة الدهنية. جبن طري طازج أو زبادي طبيعي أو روب طبيعي حسب المتواجد في بلدك وحسب حساسية بشرتك. أنا سأضيف الجبن الطري الطازج، أنت ضيفي الزبادي الطبيعي أو الكشدة الطبيعية أو الحليب، زيت زيتون أو زيت اللوز الحلو أو زيت أرغان. يمكنك إضافة العسل إذا كان متوفر عندك. يمكنك إضافة ملعقة من جل الألوفيرا إذا كانت يعني عندك. طبقي الخلطة على البشرة الجافة، على كل الوجه، على جوانب العين والرقبة. ضعيها كطبقة أولى. أحضري أوراق كلينكس. على بشرة نظيفة استعملي الخلطة. ضعي طبقة أولى من الخلطة، ثم ضعي طبقة من أوراق كلينكس، المناديل الورقية. اتركيها لمدة 10 دقائق، ثم ضعي طبقة ثانية بعد مرور 10 دقائق. طبعا ضعي طبقة ثانية من الخلطة فوق الخلطة الأولى بنفس طريقتي. اتركيها 10 دقائق ثانيات، وضعي طبقة ثالثة من الخلطة واتركيها 10 دقائق ثالثة، يعني المجموع 10 دقائق أولى وعشر دقائق ثانية وعشر دقائق ثالثة، يعني المجموع 30 دقيقة، نصف ساعة، يكون جف الماسك تماما. لكن أثناء وضع الخلطة استريحي ولا تعملي حركات بالوجه لكي لا يتشقق الماسك. بعد ذلك أزيليه ورشي ماء الورد فوقه، أو مرري المكعبات الثلجية مغلفة في أوراق مناديل ورقية لكي لا يتحسس نسيج الجلد من برودة المكعبات الثلجية، وقومي بترطيب البشرة بعد ذلك بالكريم المرطب الخاص بك أو الكريم اللي عملناه في بداية الفيديو، كريم زبدة الشيا أو أحد الكريمات اللي عملناها في القناة. هذا الماسك استعمليه 3 مرات في الأسبوع، دائما اعتمديه في خلطاتك الطبيعية خصوصا إذا كانت بشرتك جافة أو عادية. ويمكن للبشرة المختلطة استعماله أو البشرة الدهنية، لكن تضيف قطرات قليلة من عصير ليمون حامض. يمكنك الاحتفاظ بالخلطة في الثلاجة لـ3 أيام، وبعدها اصنعي كمية جديدة. شكرا بزاف وسلام.